وحشوني خالص خالص. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احلى حاجه وتكونوا بتذاكروا ويسوع يحفظكم في هذا الوباء انتوا كل عيلتكم. النهارده هنبدا درس الوطنيه عبر الاحداث التاريخيه. يعني ايه كلمه الوطنيه عبر الاحداث التاريخيه؟ يعني وطنيه المسيحيه، وطنيه الكنيسه عبر التاريخ. فاول حاجه بنلاقي مكانه مصر في عند الرب يسوع. مكانة مصر عند السيد المسيح، الرب يسوع بنفسه جه لمصر وقت ما هيرودس كان حابب انه يقتله، حابب يبطش بيه، فجه لمصر يحتمي بيها ويعيش فيها لحد ما بطش هيرودس ينتهي ويخلص. كمان بنلاقي ان ملاك الرب قال ليوسف كده في حلمكم، وخذ الصبي وامه واهرب الى ارض مصر، لان ارض مصر هي ارض السلام، ارض الحمايه، وخليك هناك لحد ما اقول لك، لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي لولاده. كمان بنلاقي ان الرب مصر ليها مكانه خاصه وعظيمه بين القديسين. بنلاقي ان السيده العذراء ظهرت على قباب الكنيسه سنه 1968، وده كان بركه كبيره جدا جدا لمصر وحمايه لارض مصر. كتير من الانبياء العظماء زاروا ارضنا الجميله مصر، منها ابونا ابراهيم وهو ابو الاباء والانبياء اللي هو عاش فيها وكان سبب ايضا خير فيها، يعقوب ابو الاسباط، يعقوب اللي كان ليه 12 ست عاشوا في مصر وتمتعوا بحمايتها وتمتعوا بخيرها وربنا باركها فيهم، باركهم فيها. كمان يوسف، يوسف الصديق، كلنا بنعرف قد ايه يوسف الصديق كان ليه وجود عظيم في مصر بانه حفظ مصر من المجاعه في وقت السنين بتاعت الجوع والفقر، وربنا استخدمه في انه هو يكون سبب بركه كما ان مصر سبب بركه ليه. كمان بنلاقي في مصر خرج كتير من القديسين اللي هم الناس العظام، الناس اللي هم استشهدوا وحفظوا مصر وحفظوا قد ايه مصر عظيمه لانها جمعت ولادها القديسين، زي القديس الانبا انطونيوس اللي هو اب جميع الرهبان، اللي هو بيكون سبب بركه لانه في خلوته وعزلته كان بيصلي من اجل مصر وقت الاوبئه وقت الامراض. عشان كده ناخد الناس دي مثال لينا واحتذاء لينا ان احنا نصلي في هذا الوقت بتاعنا بسبب الكورونا وان ربنا يحفظ بلدنا مصر. وكمان القديس الانبا اثناسيوس لما اتقابل مع القديس الانبا بولا على علشان خاطر وكمان القديس الانبا اثناسيوس والقديس العظيم مارينينا والشهيده ديميانا، كل الناس دي عاشت في مصر وتربت في خير مصر وكمان هم سبب بركه لمصر. كمان بنلاقي الكبير الاديب طه حسين بيقول ان مصر هي بلد عظيمه وان الكنيسه مجد عظيم لمصر. فايضا بنلاقي ان في كتير من الملامح التاريخيه اللي بتظهر عن الناس المسيحيين والناس اللي هم عاشوا في مصر وحبوا مصر وحبوا الوحده الوطنيه فيها واستشهدوا على اسم مصر. بنلاقي الجندي بيقول ده جندي كان عايش في المنيا وهذا الجندي راح يحارب في حمايه مصر وانه استشهد في عصر دقلديانوس لان دقلديانوس حب يهينه وقعد يشتم مصر قدامه فقال له كده لا تسب مصر. لكن بنلاقي ان القديس الشهيد العظيم بيقول بنلاقي ان هو ما هموش الكلام وقال له لا تسب مصر لان ده دليل على محبته ووطنيته للبلد، ودقلديانوس زاد شر عليه وقطع راسه ونال الاستشهاد. الانبا انطونيوس ابو الرهبان اللي هو التقى مع الانبا بولا علشان خاطر يساله عن احوال النيل وهل الفيضان بيجي ولا لا وهل مصر الخير بتاعها موجود ولا لا، فكانوا دايما بيطمنوا على مصر وعلى احوالها. الانبا اثناسيوس الرسول بنلاقي ان هو اتصدى لقسطنطين لما حب ياخد خير مصر ويبعت الزرع بتاعها القمح والخير بتاعها هناك للقسطنطينيه، لكن القديس الانبا اثناسيوس رفض الكلام ده وقال ان ما ينفعش خير مصر يروح لغير ولادها، لازم هما اللي يهتموا بيه وياكلوه ويعيشوا بيه لان هي دي
مصر لازم نحافظ عليه. وكمان بنلاقي ان مسيحي مصر وقت ما كانت الحمله الفرنسيه على مصر وقت الصليبيين كان ايد بايد مع الجندي المسلم، كانوا بيحاربوا ضد الطاغيه الحمله الصليبيه اللي كانت واخده شعار الصليب، انه بيفكروا ان المسيحيين بس هيكونوا معاهم، لكن لا، المسيحي انسان منتمي لبلده بيحب مصر، بيحارب مع اخيه المسلم في وقت ما يكون في غزاة على مصر، وبالتالي بيقدر يكونوا ايد واحده ويكونوا في وحده وفي محبه وفي انتماء للبلد. فعلامه الصليب ما خدعتش المسيحيين وقت ما الطغاه جم لمصر عشان يستعمروها، لكن بنلاقي ان المسيحي كان ايده بايد المسلم وبالتالي حافظ البلد وقت الحمله الصليبيه على مصر. صلاة الكنيسة، صلاة الكنيسة من أجل مصر ومن أجل الوحدة الوطنية ومن أجل الحب يسود العالم. بنلاقي صلوات الكنيسة القبطية هي المدرسة الأولى لحب الوطن. الكنيسة بتصلي لكي يكون في حب، لكي يكون هناك انتماء، لكي يكون إن الإنسان يعيش في بلده منتمي ويحافظ عليها ويهتم بيها. فبنلاقي الكنيسة اهتمت انها تزرع المحبة بين ولادها وبناتها، وكانت بتغرس فيهم الانتماء من خلال القداسات، من خلال القداس اليومي. فبنلاقي في القداس اليومي الكاهن بيصلي ان الله يجعل المية الموجودة بخير وفيض ونعمة في مصر، بانه بيصلي من اجل النيل وبينمي هذا الانتماء في الشعب. وكمان بيصلي ان الله يبارك في ثمر الارض وفي الحرث ويبارك اثمار الارض والشعب. كمان في صلوات اخرى زي صلاه اللقان، صلاه اللقان دي في مناسبات مختلفه زي عيد الغطاس، زي خميس العهد، زي العيد الرسل. في الثلاث مناسبات العظيمه بتوعنا دول كمسيحيين في العالم كله، الكنيسه بتصلي من اجل عيد الغطاس، وحتى الاسم زي فعلا زي انها بتصلي من اجل المطر، من اجل ان الله يملا النيل بالخير والفيضان والبركه. وكمان خميس العهد في الكنيسه بتصلي من اجل الاثمار، من اجل الخصوبه، من اجل الخير، من اجل الزرع والحصاد عشان ربنا يبارك. كمان بنلاقي عيد الرسل، الكنيسه بتصلي في عيد الرسل في صلاة اللقان علشان خاطر اليوم 5 أبيب 12 يوليو، ده بيصلي الكاهن بيقول كده بقاع مصر كلها املأها يا رب بالخير والدسم، والحبس بتاعها يكون متبارك. بنطلب منك يا الله المسيح إلهنا استجب لنا وارحمنا عشان تفرح بلادنا الغالية مصر، والارض كلها تتهلل من الخير والجود في مصر. وبنصلي كلنا ونطلب اسمعنا وارحمنا يا الهنا ايضا، امين. كمان بنلاقي صلوات الكنيسه في وقت اسبوع الالام، في اسبوع البصخه، اسبوع الالام، في عرس احتفالات الكنيسه، في احتفالات بالام السيد المسيح وموته وصلبه وقيامته، الكنيسه مش بتنسى الصلاه من اجل العالم ومن اجل الوحده الوطنيه في مصر، بان الله ينمي، يبارك الوطن، يبارك الارض، يبارك النيل، ويبارك كمان في موارد البلد ويحفظها الله دائما. ففي الصلوات النهاريه الخمسه بيقول كده الكاهن: يا الله تراءف علينا بعين الرحمه والرأفه، وبارك في غلات الارض، واصعد مياه النهر، وهب اعتدالا للمناخ ونيلا لمصر وباركها في هذا العام وكل عام. وعلنا نحن البشر نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. فالصلوات في كل صلاة بنصلي من أجل بلدنا الغالية مصر، والكنيسة بتصلي كمان من أجل المساكين والفلاحين والضعفاء في كل النفس متضايقة. وفي هذا الوقت الكنيسة كلها بتصلي من أجل أن الله يرفع مرض كورونا عن العالم كله وخصوصا مصر، لأن بلدنا مصر غالية علينا. إحنا كمسيحيين بنحب مصر لأن بلدنا هي اللي إحنا عشنا فيها وتربينا فيها ولينا انتماء كبير ليها ككنيسة وكمجتمع وكشعب.
وكمان الكنيسة بتصلي والكاهن بيصلي من أجل النيل، وصلوا وطلبوا من عند صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلهنا ويسعدها كمقدار، وكمان الصلاة عشان تفرح وجه الأرض بالنيل والبشر يعود عليه بالخير والنجاح، وأيضا الشعب والحيوانات، ونسأل ونطلب من رب المجد أن يسمعنا ويرحمنا. أخيرا يا أولاد، في نهاية درسنا، قد إيه المسيحي يجب أن يكون منتمي ويجب أن يكون له اهتمام ببلده لحمايتها ورعايتها. والكنيسة من زمان وقت الأوبئة والأمراض والتعب كانت بتصلي، كان الرهبان بيصلوا في الأديرة، عشان كده ربنا حفظ مصر إلى وقتنا ده. عشان كده لازم كلنا نصلي من أجل عبور هذه الأزمة على مصر، لأن الوحدة التاريخية بتثبت إن إحنا قد إيه ناس فعلا قلبنا في المحبة والرحمة لبعضنا البعض. ولما تحل المحبة والرحمة في كل العالم، ربنا هيرجع تاني ويعود إلى البشر. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.